وتستمر انتهاكات ميليشيا الحوثي الممنهجة للمدنيين، حيث استهدف قناص حوثي طفلة في 12 من عمرها في محافظة تعز. واستهدف القناص الحوثي الطفلة رضا بجاش أمس السبت أثناء رعيها لماشيتها في وادي الأمان بمنطقة الضباب. ومؤخرا قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن أكثر من طفل واحد يسقط بين قتيل ومصاب كل يوم في اليمن، فيما أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جيلا كاملا من الأطفال في اليمن على وشك الفناء إذا لم يتحرك الضمير العالمي. وهذا الشهر كشف تقرير لليونيسف أن عدد ضحايا حرب اليمن من الأطفال تجاوز 11,000، ثلثهم من القتلى، إضافة إلى زيادة عدد الأطفال المجندين إلى نحو 4,000. بالعودة إلى موضوع استهداف المدنيين في تعز من قبل ميليشيا الحوثي، ينضم معنا الناشط الحقوقي علي الصراري. سيد الصراري، أهلا وسهلا بك. إذن تتزايد وتستمر الاستهدافات الحوثية للمدنيين في تعز، يعني وهنالك مطالبات للمنظمات الحكومية الدولية بأن تتدخل، ماذا يمكن لهذه المنظمات الدولية أن تقوم لحماية المدنيين في تعز؟ عاد الله بالخير أوقاتكم والسادة المشاهدين. بطبيعة الحال ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ أن اقتحمت المحافظات اليمنية وهي تمارس انتهاكات ضد المواطن والإنسان والشعب اليمني، يعني دمرت الأرض والإنسان، لكن في ظل صمت دولي مريب، سواء كان من قبل المنظمات الأممية، المنظمات الدولية، المنظمات الوطنية، أكثر من 8 سنوات وهذه الميليشيات تمارس أبشع الانتهاك. نعم سيد علي الصراري، إن كنت لازلت تسمعنا. نعم أسمعك. طيب بالمقابل هنالك يعني بطبيعة الحال يعني التزامات على الحكومة على هذا الصعيد تجاه مواطنيها بحمايتهم، يعني بهذا الملف كيف تتابع يعني الأداء الحكومي لحماية المواطنين في تعز؟ مع الأسف الشديد نحن الآن ندخل السنة التاسعة من الحرب دون أن يعني يولي الملف الحقوقي والإنساني لليمن أي اهتمام، مع أن تلك الملفات الحقوقية وصلت إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف ووصلت إلى مجلس الأمن، لكن دون جدوى، دون أن يتم التعامل مع هذا الملف بجدية. التماهي مع الميليشيات هو من جعل هذه الميليشيات تستمر في حربها على الشعب اليمني. الحكومة لم تقدم شيء للشعب اليمني، حتى أنها لم تشكل لجنة قانونية من المحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين من أجل متابعة الملفات، ملفات الانتهاكات أمام مجلس حقوق الإنسان، من أجل التمهيد لمحاكمة قائد الميليشيا وميليشيات الحوثي التي تمارس هذه الانتهاكات. تحدثنا كثيرا بأنه من الضرورة بمكان يعني تكليف لجنة قانونية مهمتها هذا الملف، تحمل هذا الملف للعالم وتطرح هذه الميليشيا وتكرس جهودها ل يعني جمع وتوثيق ورفض هذه الانتهاكات بالصوت والصورة ومقاطع الفيديو وشهادة الشهود والتقارير الطبية التي كان من المفترض أن يتم جمعها من اللحظة الأولى، ويعني الضغط على المجتمع الدولي من أجل يعني النظر في هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، حتى في أسوأ الأحوال يعني الضغط على الميليشيات، الضغط على الميليشيات من أجل أن لا تقحم المواطن أو الإنسان أو الأطفال أو النساء في الحروب، وهذا يعتبر انتهاك صارخ وجسيم في نظر القانون، سواء القوانين الوطنية أو القانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف التي يعني ذكرت في موادها بأنه يعني لا يجوز إقحام المدنيين في
في النزاعات المسلحة. الميليشيات نددت الأطفال. وضحت الصورة. نعم، كل شكر لك الناشط الحقوقي علي الصراري.